بودز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إجاني كتير طلب على موضوع إني أعمل طنجرة شو اسمه؟ طنجرة اللي انتو شايفينها قدامكم، ورق دوالي وكسة. خالد عود اللي طلب هذا الطلب، لعيونك خالد. هاي طنجرة ورق دوالي وكسة، مش رح أدخل بتفاصيل الكالوريز لأنه كتير. في ما عملتها مع قصة يا عظمة، نعملت مع قصة طبعا بتعطيها دسم أكتر. إحنا الشعب الفلسطيني يا جماعة شعب معروف جدا، يعني ما ضلش إشي إلا حشيناه، يعني ضل نحشي بني أدمين بس. هاي واحدة ها؟ ورق الدوالي والكسة واحدة من أكتر الأكلات وأشهر الأكلات عندنا بفلسطين، شبيهة كتير بالدولمة العراقية. الدولمة العراقية بكون فيها دبس رمان، بكون فيها حامض أكتر، بكون فيها بصل محشي. إحنا برضو بنحشي كل إشي، يعني إحنا وشعب العراق نتشارك بهاي النظرية، نظرية الحشي. شعب بحب يحشي. فمبدئين يا إخوان، تحدي اليوم طنجرة ورق دوالي وكسة. هاي الطنجرة كافية لست أشخاص أو سبع أشخاص، بعرفش. أنا بتذكر حطيت فيها ست كاسات رز، وجبت تقريبا كيلو قصة، فيها 20 بتنجانة و20 كساية. عصيرة الكسة إن شاء الله يكون زي ما بحبه. أنا بحب الرز يكون ملخض جواتها. كما قال الشاعر، سعد الله. في طرق مختلفة كتير لأكل ورق الدوالي والكسة. في ناس تحب تأكله مع خبز، في ناس تحب تأكله مع بصل. أنا شخصيا بحب أكله مع لبن. اكتبوا لي بالتعليقات تحت كيف بتحبوا تأكلوا ورق الدوالي والكسة تبعكم. التحدي هذا لذيذ جدا. والله يا اخوان، هاي الاكلة قد ما هي محبوبة وقد ما هي زاكية، لازم نعمل لها سلام وطني. يحرق حريشها ماسكاها. من اسكى الاشياء اللي ممكن تاكلها في حياتك. صراحة يا إخوان، التحدي جدا 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 ممتع. مع العلم إنه القصة خلت الأكل يصير ثقيل، بس بالرغم من هيك برضو زاكي، يعني عن جد متعة، عن جد في استمتاع. معلش أنا ما تأخذوني، نسيت أجيب كاسة ومش راح أقوم أجيب كاسة. أنا بشرب هيك بالعادة المي، أكيد ناس كتير تشرب المي زيي. لاني بشرب مي كتير بقدرش اقعد بدون مي. طيب وين وصلنا؟ خلينا نكمل. تعالي انتي شي.
ليك ليك. اوه ما بعرف ايش السر بين توافق الورق الدوالي مع الكوسة مع البندورة، يعني طعم تبعهم كلهم مع بعض في هارموني هيك، في تناغم حلو كتير بيناتهم. في لهم لسه كمان صديق اللي هو البتنجان، بتنجان محشي كمان مع هدول، كوكب آخر. ميسس فوزي عم تراقب فيه، عم تعطيني نظرة اللهم لا اللهم حسد. ما أظن إنها من أكلاتها المفضلة على فكرة، ما أظن في حدا في الدنيا هي كلياتها ما بحب الورق دوالي وكوسة. جربوها يا جماعة، قريبا جدا رح أنزل لكم الوصفة تبعتها إن شاء الله. ما أظن في حدا في الدنيا ممكن إنه ما يحب هاي الأكلة، وقريبا جدا إن شاء الله الدولمة العراقية أكون سادة معكم. أنا عمري بحياتي ما جربت الدولمة العراقية، وما في حدا من اللي بعرفهم جرب الدولمة العراقية وإلا حكالي هاي الأكلة بالذات بليفل تاني، يعني مستوى مختلف تماما. بس الكل بيحكي لي كلمة بقولي بدك تاكلها صح، كلها من إيد ست بيت عراقية، كلها من إيد حدا يكون عراقي بيعرف كيف يشتغلها. حياتنا لأهل العراق طبعا، المطبخ العراقي من المطابخ المرعبة فعليا. ما بعرف ليه بس بحس اللبن مع أكلة الورق دوالي بخفف التقول تبع الدهن اللي إجت من القصة، يعني بهيك بتلاقي هيك في راحة بس تاكل لبن مع هاي الأكلة. أنا مش من محبين بندورة، بس يلا مع نكهة الورق ومع نكهة الأشياء اللي فيها تسلم. اوكي مش سهلة، هلا هي ممتعة بس مش سهلة، بس بالنسبة لي كتير اسهل من تحديات تانية عملتها، يعني مش ضايل كتير فيها. انا بعرف هي غدارة، يعني هي مرة واحدة بتحسوا بالتقل بيجي عليكم مرة واحدة، بس ممتعة جدا بصراحة. والله يا خالد عوده كان نفسي تيجي تشاركني الوليمه الرائعه. على فكره اخوان انا عم بحطه عشان هون هدول العظم والجلاغيم، يعني ما حدش بيفكر هاي العظم والجلاغيم اللي عم تطلع منها، لانه الجلاغيم اللي هي بالقصه والعظم تعرفوا لانها هاي لحمه، لانه طبخت منيح فحلطت حلط. انا بحب هيك تكون يعني. فبقول لك يا خالد بتمنى انك كنت موجود معي هون عشان نجربها، يعني على عرضها شو زاكي. حرام هاي الأكل ما تكون معروفة في كل مكان في العالم. أعتقد الوطن العربي عندنا كل بيعرفها. بس لازم توصل للعالمية، يعني إخواننا السوريين اللي بالغربة والفلسطينيين اللي بالغربة والعراقيين اللي بالغربة أنا متأكد إنهم بطبخوا هاي الطبخات هناك، والأردنية واللبنانية
في مصر كمان في عندهم ورق دواء، أظن مش ورق دواء الكسرة على ما أذكر، فشة ومنبار والبتنجان برضو المحشي عندهم، ولذيذ جدا، طريقتهم مختلفة تماما عنا على فكرة وكتير زاكية. فهي الأكل لازم تنتشر في كل مكان في العالم صراحة. تذكرت المعلومة يا إخوان، في مصر في ورق عنب، الطبخة اللي بمصر على ما أذكر اسمها ورق عريش. ورق العريش من الأكلات الشهية جدا في مصر، وعلى فكرة في مصر الأكل عندهم بيهتموا فيه بطريقة مختلفة تماما عن أي بلد تانية، عنده مميزات خاصة فيه وعنده أسلوبه، والمطبخ المصري مطبخ لا يستهان فيه أبدا. على فكرة أنا بحكي مصري لأن عشت بمصر فترة منيحة، عشت تقريبا 6 سنوات في مصر ومطلع على المطبخ المصري وآكل في أكلات كتير، الحمام بالفريك، وعندكم يا إخوان الكشري، رز بلبن، إيش يعني الطرب، المطبخ المصري عندهم أكلات، حتى الملوخية عندهم غير، يعني غير الطريقة اللي إحنا بنعملها وزاكية، في طريقة عندهم للملوخية الطش هاي اللي بتنحط بعد التومة، يا أخي مش طبيعيين في مصر عن جد. الأكل عندهم مستوى كتير متميز. والله بنفسي شو التحدي يخلص. خلصنا الورقات، طلع عندنا الكسيات، طلع يا اخوان قديش بدهن من القصة، طلع كيف تلمع لمعة قاعدة عن جد احلى من كاس العالم. الورق بتحسه اشي خفيف هيك ظهر، هاي هيك يعني بتحس الورق تافه، مش هاي ايه هاي هبة حبة الكوسة. أعترف لكم بشغلة، هلأ عملت كمية رز كبيرة بصراحة، دفيت كل الورق، كسرت كمية منيحة، رحت جبت 10 كوسيات. فزرت ومتفزر وأنا بحشي، بدي أخلص من الرز، لقيت إنه 10 كوسيات تفزروا وضل كمان رز، رحت جبت كمان 10 كوسيات، فزرت ومتفزر، فعادي هذا المنظر. حتى الكوسة مقدسة تقدس. في معلومة تانية يا إخوان عن الكوسة ورق دوالي، الكوسة لما يتقور في ناس بحبوا جلدة الكوسة نفسها تكون خميلة، أنا واحد من الناس بحبها بهاي الطريقة، طلعوا لقد بحبها تكون رفيعة. اكتبوا لنا برضو بالتعليقات كيف بتحبوا الكوسة بكم يكون خفيف ولا رفيع.
هاي كانت يا إخوان هون في بس هرار معانا كم من رزة حرام. وهاي كانت يا إخوان رحلتنا مع صدر ورق دواي الكسا. على فكرة مشكلة ورق دواي الكسا تاكل وتسحب لأنه كتير زاكي، بتضلك تسحب منه تسحب منه تسحب منه وانت مش حاسس، بس مرة واحدة بتلاقي هجم عليك، تحس انه فجأة الدنيا تقلت مرة واحدة هيك. عن جد كانت تجربة كتير 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 حلوة. شكرا لك خالد عود انك اقترحت هذا الاقتراح، انا بعرف في انت اقتراح تاني عامله اجي لي لو قدام شوي. احبائي اي حدا فيكم بحب اعمل اي تحدي او بخطر بباله اعمل تحدي يقول لي ان شاء الله اقدر اعمله، بس برضه بدنا نكون منطقيين. يعني ما يجيش واحد يقول لي مثلا كل 100 دجاجه، مفيش حدا بياكل 100 دجاجه. تحدي يعني مثلا على سبيل المثال هاي معموله لست اشخاص بقدر اكلها لحالي، بس تيجي تقول لي مثلا اعمل 10 كيلو من هاي ما راح اقدر. هي فيها تقريبا 5 او 4 كيلو ونص هيك شيء. بصراحه ما وزنت ولا حسبت اي شيء بهذا التحدي لانه كنت كثير مبسوط فيه ومستعجل عليه، لانه من الاكلات اللي انا بحبها كثير. لا تنسوا من الشير لايك وسبسكرايب، استنوني بتحديات جديدة ومفاجآت جديدة جايتكم على الطريق. بحبكم كتير. Stay healthy.